مشكلة بعض الناس أن يبي يكون على طول مستانس ويضحك وفرحان وسعيد، ما يبي أي مشكلة ولا يبي أي شيء يضيق خلقه، وما يدري هذا المسكين أن هذه هي الدنيا، هي كلها كدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب ومشقة، ثم أن ما في حال يستمر على الإنسان، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يمرض ويشفي، يغني ويفقر، يسعد ويحزن. وتلك الأيام نداولها بين الناس، إذا كنت اليوم مستانس باكر زعلان، اليوم زعلان باكر تستانس، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا كلها سعادة، شو الفرق بينها وبين الجنة؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، مهما حزنت فإن المآل بإذن الله إلى الجنة هي دار السلام.